السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة أدوية الديدان، خاصة البندكس. ليه هنتكلم عن أدوية الديدان خاصة البندكس؟ لأن في صديق أو واحد من متابعين القناة، هو صديق ليا يعني، كلمني مكالمة قال إن هو عطى بندكس، الحمام مات. فطبعا كده من اول على طول انا فهمت ان هو عطى جرعة زيادة. طول عمرنا ماشيين على بندكس وناس كتير ماشي عليه لحد الان، لكن طبعا انا غيرت دلوقتي لنوع تاني احسن منه، واحسن كمان من سترات البيبرازيل، وعملت فيديو مقارنة لأدوية الديدان. هسيب لك دلوقتي، هو كان في كذا جزء للفيديو ده، هسيب لك دلوقتي الرابط بتاعه في صندوق الوصف دلوقتي، او هيظهر دلوقتي في علامة الاي اللي فوق. هما حاجتين اتنين الناس دايما بتاتي منهم الجرعة زيادة وبتضر الحمام، يبقى انت كده بتموت حمامك لو انت عملت بالطريقة اللي صاحبنا عمل الطريقة دي. فواجب عليا ان انا انبهك علشان ما تقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها صديقنا ده. بقول له طب انت عطيت الجرعة دي ازاي؟ قال لي شفت والله قناة على اليوتيوب وواحد بيقول اعطي الجرعة بالطريقة دي، فهو عطى زي ما الراجل قال له، فالحمام مات. كان عنده جوز زاجل، تقريبا جوز زاجل كويس يعني، فاعطاهم ربع قرص بندكس، قسم القرص على 4 وقطع الفرد لمدة 3 ايام. من فضلك اعمل لايك لان الفيديو ده مهم جدا جدا. صاحبنا ده عطى 3 ايام ربع قرص في الفم مباشرة. طيب ايه الغلط في كده؟ الغلط في كده هو عطى ربع قرص في الفم مباشرة، الربع قرص كتير. هتقول لي مش كتير، قولها مع بعض. احنا بناتي القرص على لتر المية. طيب انت هتقول لي طب ما هو ليه قرص على لتر المية؟ طيب يا عم الحاج، ما هو القرص على لتر المية مش بيشربه 4 حمامات. لتر المية مش بيشربه 4 حمامات. انت لو جيت تشوف هتلاقي فرد الحمام بيشرب له حوالي 20 سنتي، فيه فرد صغير في الحجم بيشرب 10 سنتي. طبعا لازم تكون معطش الحمام الاول عشان قبل ما تأتي في المية وتبوش القرص او تدقه قرص البندكس، لان هي طبعا بياخد وقت شويه في الميه، تبوشه او تدقه علشان ان هو يدوب في الميه، وتكون الحمام عطشان فهيشرب الحمام. في الحمامه هتشرب لها ايه؟ 20 سنتي، 30 سنتي، 40 سنتي. انت عارف لو الحمامه شربت 40 سنتي يبقى يعمل كام؟ هيعمل 40 سنتي اللتر هيسقي 25 حمامه. لو 20 سنتي يبقى هتسقي 50 حمامه. يبقى انت ازاي هتعطي القرص ده نفس الكورس ال4 حمامات تقسمه على 4؟ طبعا مستحيل طبعا. يبقى انت كده بتموت الحمام فعلا، انت كده اللي موت الحمام لما عطيت قسمت القرص 4 ارباع وعطيت كل حمامه ربع وثلاث ايام. طيب مش مشكله 3 ايام، مع ان في ناس بتعطي اقل من كده. اتي في الميه زي ما قلت لك، عايز تاتي في الفم مباشره دوبه في الميه واسقيه بسرنجه، اسقيها 20، اسقيها 40، مش مشكله كل ده، لكن اسقيه 50 حتى. شوف ازاي لو سقيته 50 سنتي يبقى اللتر هيكفي 20 حمامه، مش 4 حمامات. ده 50 سنتي مفيش، استحاله حمامه هتشرب ال 50 سنتي الا لو كان حمام كده مثلا معاه زغاليل زي كده، مثلا حط هنا 4 زغاليل فبيشرب ويرجع يروح يزقق ولاده ويرجع يشرب تاني ويزقق ولاده وهكذا. لكن 20 سنتي لو انت هتسقي في الفم مباشرة املى السرنجة واسقي في الفم مباشرة، لكن ما تقطيش القرص ان كان بندكس او فلاجيل اقراص. انا يا جماعة ما بستخدمش حتى الفلاجيل الاقراص. طيب ليه انا ما بستخدمش برضو الفلاجيل الاقراص؟ انا لو جيت تسألني اقول لك لا، انا ما بستخدمش فلاجيل اقراص، انا بستخدم الفلاجيل شراب. ولو هتستخدم، عايز تستخدمه في الفم مباشرة، استخدم 0.5 سنتي للزغاليل، 0.5 سنتي للزغاليل من عمر اليوم 8 والـ9 والـ10، اقل من كده ما تقطيش للزغاليل. تمام، يبقى 0.5 سنتي للزغلول وسنتي للفرد الكبير، 3 ايام مش اكتر، لان الزغلول كتره بيضر. وما تقوليش اقراص، ما تسالنيش على الاقراص تاني، انا ما بستخدمش الاقراص، لان الاقراص دي للكبار، وطبعا الانسان الكبير هيكون وزنه مش اقل من 60 كيلو مثلا، من 60 قول بقى، شوف بقى ال 100 120 وهكذا. الحمامه هتوزن ايه؟ الحمامه اللي بتوزن 0.5 كيلو عايز تعطيها زي الانسان الكبير او ربعه حتى ولا نصه؟ لا لا، في ناس بتستخدم الفلاجيل بيعطي 0.5 قرص وربع قرص وهكذا. لا، لما تستخدمش الاقراص خالص، استخدمه شراب 0.5 سنتي للزغلول وسنتي للكبير. كده اتفقنا. طيب هقول لك برضو على نوع اللي هو للديدان اللي انا بستخدمه، هوري لك كده ازازته.
طبعا هو ده من فازول اللي انا قلت لك عليه 2 سنتي على اللتر. ده ميزته يا جماعه اللي انا ماشي عليه دلوقتي، ان هو غير ان هو بيخلصك من الديدان اللي في الحمام والاي لجميع الحيوانات يعني، لكن في ميزه تانية مهمه جدا ان هو معاه رفع مناعه. ده رفع مناعه يا جماعه 2 سنتي على اللتر، وتتكرر بعد اسبوع ل 10 ايام. خلاص يبقى هنقول مثلا بتكرر بعد اسبوع. البندكس ده، البندكس اللي انا كنت بستخدمه بس ما استخدمتوش ابدا في الفم مباشرة، زي ما قلت لك قرص واحد بستخدمه، قرص واحد على لتر المية مش اكتر من كده. لكن هتقول لي في الفم وربع قرص والكلام ده، لا ما تحطوش في الفم، ما تستخدموش في الفم ابدا. هنشوف ايه حكاية القص ده. القص ده مطلع زغليل، مش فاهم انا ايه ده. ده ايه ده؟ ده القص ده مش فاهم انا ايه ده. القص ده مطلع زغليل والذكر هو اللي بياكل النتايه. سايب الزغليل ده اول مره يشتغلهم، سايب الزغلول بتاعهم وبياكل النتايه. ايه ده؟ ده الشيء الغريب اللي اول مره نشوفه يعني. رجع تاني اكل النتاية. طب يا عم ما تروح تاكل الزغلول بتاعك، في ايه؟ تعال نشوف الزغلول كده اكل ولا مش اكل. ما شاء الله اكل، لكن هو طبعا زغلول قليل عليهم، فهو عايز ياكل حاجه، الزغلول شبعان فبياكل النتاية بدل ما يعني بياكل النتاية بدل ما ياكل زغليل فبياكل النتاية. نشوف له، نحاول نشوف له زغلول كمان او اتنين كده نحطهم له عشان برضو ايه يتشغلوا فيهم، عشان ما يتزوجوش ويسيبوا البيض تكون المشكله دي. فنحط له كمان زغلول او زغلولين برضو يتشغلوا بهم في تاكلهم يعني. زي ما هتلاقيني هنا حاطط لي دول اربعهم، بسم الله ما شاء الله، هم اللي مربينهم وباكلوهم. وحتى في زغلول اهوت جاي ياكل من الاكاله، بيحاول يعتمد على نفسه وهم عمرهم صغير. اظن ان هم بقوا على وشك ان هم يحصهم النتايه فوق اهو في الطاجن اللي فوق ده، هي فيها رف او فيها رف داخلي يعني، فالنتايه برضو واقفه على الرف اهو تقريبا يعني بتحضر لبيض. طيب بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، اللي هو ممنوع ان انت تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. كده انت بتموت حمامك، بلاش تموت حمامك، وان انت تعطي الاقراص دي في الفم مباشره، حطها في الميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.